بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتشرف بوجود سيادتكم اليوم على أرض سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر. ذلك اليوم الذي يتواكب مع الذكرى 37 لتحرير سيناء، وفي ظل توجيهات سيادتكم لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد، كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية المتكاملة على أرض سيناء. وفي هذا الإطار تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة. تقع المدينة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة بمواجهة 11 كيلو متر، وتتكون من 6 أحياء سكنية بنسبة بنائية لا تزيد عن 20%، مع استغلال باقي المساحات لمسارات الحركة ومناطق انتظار السيارات والمسطحات الخضراء. وقد تم تخطيط المدينة على مساحة 2828 فدان لتشمل 52,000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تستوعب حوالي 250,000 نسمة، فضلا على إنشاء مناطق خدمية فرعية بكل حي سكن. وتتوسط المدينة منطقة خدمات مركزية تخدم جميع الأحياء، تشتمل على مجمع طبي، منشآت خدمية حكومية، مسجد، كنيسة، بالإضافة إلى مجمع شرطي. ولتشجيع الرياضة والاهتمام بالشباب تم إنشاء 3 نادي رياضي اجتماعي ترفيهي. ولتأمين إمداد المدينة بالمياه تم إنشاء محطة ترشيح للمياه غرب قناة السويس بطاقة 20,000 متر مكعب على اليوم. واليوم نفتتح المرحلة الأولى والثانية لمدينة الإسماعيلية الجديدة بإجمالي 32,000 وحدة سكنية، وجاري العمل في المرحلة الثالثة بإجمالي 20,000 وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالمدينة إلى 52,000 وحدة طبقا لما هو مخطط. ولتحقيق التنمية الشاملة لسيناء وربطها بباقي أنحاء الجمهورية وتقليل زمن عبور قناة السويس، تم التخطيط لإنشاء 5 أنفاق للعبور أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد، شمال الإسماعيلية، شمال السويس. واليوم نحتفل بافتتاح أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية. تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات وطنية مصرية، ويشمل على 2 نفق للسيارات، كل نفق 2 حارة مرورية اتجاه واحد، لتحقيق معدل تدفق 2000 سيارة على الساعة. يبلغ طول النفق الواحد 5820 متر، منهم 4830 متر تم حفرهم باستخدام الحفر النفقي، و 990 متر باستخدام الحفر المكشوف. يبلغ القطر الداخلي للنفق 11.4 متر، والقطر الخارجي 12.6 متر. الارتفاع الصافي لمسار السيارات داخل النفق 5.5 متر. الفاصل بين النفقين يا فندم 12.6 متر. وقد رعي في تصميم الأنفاق تحقيق أعلى معدلات التأمين من خلال تجهيزه بأحدث أنظمة الأمان